الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا، أهلا وسهلا بكم شيخ خالد. حياك الله، مرحبا بكم، مرحبا بالإخوة والأخوات، وأسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. أول اتصالات هذه الحلقة من السودان، أم محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. أنا يا شيخ سألت قبل يومين، أنا بعمل في مؤسسة تابعة لوزارة الصحة. طيب. والمؤسسة اللي احنا شغالين فيها تحت الصيانة. طيب. الدوام بتاعنا من 7 صباحا للساعة 2. طيب. لكن احنا حاليا بنمشي نداوم، بنطلع قبل انتهاء الدوام. طيب، الآن المدراء والمسؤولين ما رأيهم في موضوع خروجكم يعني؟ أو وهل وجودكم لها يعني فائدة؟ لا، لابد من 7 إلى 2. لا، نحن بنمشي سمعتكم في شغلنا، أن المركز في الصيانة بس عشان ناخذ المرتب بتاعنا. آه، طيب. لازم نحن نعمل كده. واضح، بس واضح. نحن بنطلع قبل الدوام. واضح واضح. طيب. يعني سؤال ثاني. السؤال الثاني، فأثناء الدوام بنحن بنطلع زيارات لزميلاتنا أو كده من غير علم المدير، فهل هذا يجوز عشان أتحرر من الحلال بتاع بتاع المرتب اللي أنا باخده؟ زيارات داخل العمل ولا خارج العمل؟ يعني بين الإدارات أو خارج العمل؟ خارج العمل. طيب طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لأخت محمد. من معنا؟ من السعودية أم حبيب، تفضلي. تفضل يا ام حبيب. ايه تفضل. هل من السنة الجلوس عند شرب الماء؟ طيب. السؤال الثاني، اذا رن الجرس والواحد يصلي، هل عليه اسم اذا قطع صلاته بالسجن ردئه الجرس؟ جرس الباب يعني؟ اذا رن الجرس ايه؟ يقطع صلاته حتى يفتح الباب يعني؟ نعم. هو ما يستطيع أن يرجع يفتح الباب وهو متجه للقبلة، ما يقدر. ها، هل عليه اسم؟ طيب طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. أبو عمر من السودان، تفضل. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. أنا يا أخي شغال مع الرئيس السابق. طيب، نقطع الخط، معذرة من أبي عمر. من معنا؟ أم محمد من السعودية، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي بسؤالك محمد. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، هل واجب على المرأة تغطي عيونها؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، سمعت إحدى أخوات حلقة سابقة تقول من صلى 4 ركعات بعد العشاء كأنها قام ليلة القدر، أبي توضيح. بعد العشاء؟ إذا صلاة العشاء هي عادي لو صليها مع الوتر، والله لازم بعد العشاء. طيب طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا. أم محمد من السعودية، تفضلي. الله يسعدك. في ناس جالهم ميت بعدهم 3 أيام ينتظرونه في المقبرة، ينتظرونه صلى في المقبرة، هل جائز ولا ما هو جائز؟ يعني صل أبغى إيه، هل جائز جو ينتظرون الميت يجي وصلى في المقبرة؟ صلوا الفرض. صلوا في المقبرة ولا يطلعون برا؟ دقيقة، صلوا الفرض يعني قصدك؟ اي والله، الفرض العصر. اي طيب، وسؤال ثاني، الله يجزاك الجنة وياك، تفضلي. السؤال كان في الحديث، وانا ما ادري وصحة الحديث، ان جار الصحابة لهم رجل يبكي، قال وش يبكيك؟ قال اخوي مات. قال علم الرسول، قال خليه ياخذ له جمل يحتطب عليه يجيب دار اخوه. ولقى رجل ثاني يبكي، قال وش يبكيك؟ قال ابوي مات. قربكم معي يا صحاب، هل الحديث صحيح ولا مقوله ولا؟ طيب طيب، تسمع يا جماعه ان شاء الله. الله يجزاك. شكرا جميل. محمد. محمد من السعوديه، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. عندي سؤال من فضلك انت الشيخ. تفضل. بالنسبه للتامين الطبي، التامين الطبي طيب. يغطي ان المؤمن له ممكن يستعمل نظاره واحده في السنه بمثلا مبلغ 1000 ريال.
فلو انا اخذت النظاره، انا يعني بلبس نظاره بس عندي اولادي برضه بيلبسوا نظارات، بس ممكن يكون ابني بياخد النظاره وممكن يعني تستهلك منه في اقل من سنه تكون انكسرت او كذا. طيب. فلو انا اخذت النظاره الخاصه بي في التامين الطبي الخاص بي وعملت النظاره على مقاس ابني وكذا. طيب. واعطيتها له، هل يجوز هذا ولا لا؟ طيب سؤال ثاني. جزاك الله خير وياك. شكرا يا محمد. من السعوديه ام طلال، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي بسؤالك. لو سمحت عندي كم سؤال. تفضلي. السؤال الاول، انا كنت حامل بالشهر 2.5 او الثالث كذا. طيب. وحصل ان نقلنا من مدرسه لمدرسه، واشتغلت كثير بحكم عملي، انا كنت وكيله شؤون طالبات و... طيب. شغل اشتغل وهذا. واضح. وبعدين تكون نزل معي دم ورحت للدكتوره، قالت الطفل مريض. طيب. ما ادري نزل عاد الطفل، ما ادري هل علي شيء في الموضوع هذا ولا. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، سالت احد الصحابيات الرسول عليه الصلاه والسلام، قالت لها علمني دعاء ادعو به في صلاتي، قال لها سبح الله عشرا وكبر الله عشرا الى اخر الحديث. ما ادري هل هذا بعد يعني بالصلاه اثناء الصلاه قبل السلام او انها بعد الصلاه. طيب. يعني ما ادري متى. طيب. السؤال الثالث، صلاه الوتر احيانا تفوتني بالليل، ولما اصحى الضحى يقولون ممكن اني اصليها، ما ادري عاد حكم هذا ولا لا. طيب طيب. السؤال الرابع، بعد صلاه العصر وبعد صلاه الفجر اجلس اطول كثير واسبح واذكر اذكاري وهذا، بعدين ارفع يدي ادعو، يقولون ما ينفع يعني ما يجوز الدعاء بعد الصلاه. طيب طيب، تسمع الاجابه شوي. طيب نكتفي نعم. بهالأربعة. شكرا. شكرا. شكرا لك يا أم طلال. أبو إبراهيم السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أبو إبراهيم. شكرا الله بخير. شكرا الله بخير دكتور خالد. مرحبا، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. حياكم الله. عندي سؤال يا شيخ، طلبت بقعة واحدة. تفضل. تمام. تفضل. تفضل تفضل. وطبعا هو طبيعي البنت انا اشوف البيت ما تطلع ولا كذا، فلكن المراه محبسه الموضوع، تطلع تروح دي وكذا وهذا طبعا ما يجوز. لكن سؤال، لو طلقت طلقه ثانيه هل تطلع؟ لان لو طلقت طلقه ثانيه طبعا مهر جديد وارجعها، هذا بالحياه الطلقه الثانيه. تمام؟ ورجعها رجعها. طيب انت 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 رجعت بالطلقه الاولى ولا ما رجعتها؟ هي موجوده في البيت عندي. طيب موجوده في البيت والان طلاق الاول. اي نعم. طيب ولا زال ولا زالت في العده صحيح؟ أي صحيح. ولا زالت عندك في البيت بس انها تطلع بدون اذنك وترجع. ايوه. سؤالك عن الشيء هذا صحيح؟ اي صحيح. تستوضح شيخ خالد؟ نعم. طيب واضح، تسمع يا جماعه ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا للاخوه والاخوات جميعا. الاخت ام محمد من السودان سالت عن انها تعمل في مؤسسه صحيه والمؤسسه الان تحت الصيانه، تقول ليس هناك عمل ولكن لاجل ان يعني نتقاضى راتبا فلا بد ان نحضر. فنحضر احيانا ونخرج قبل الدوام، قبل نهايه الدوام. سالت عن الاذن في ذلك فلم تجب باذن المسؤولين عن هذا الامر. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، الموظف سواء كان في جهه عامه او جهه خاصه قد ارتبط مع هذه الجهات العامه او الخاصه بعقد، والعقد له مقتضيات ومنه مباشرة العمل على النحو الذي تم الاتفاق عليه. فالموظفون الذين يحدد لهم وقت ليحضروا ويعملوا في هذا الوقت يجب عليهم الالتزام بما عاقدوا عليه من زمن يكونون فيه في مكان العمل، سواء كان ذلك مليئا بالتكاليف والمهام الوظيفية أو أنه كان يستغرق جزءا من الوقت وبقية الوقت ليس في عمل لكونه قد عقد معه وجرى التعاقد على حضور عدد ساعات معين بالاتفاق. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأثنى على الذين يوفون بالعهد، والإخلال بذلك نقص في الأمانة، والله تعالى قد أمر بأداء الأمانة إلى أهلها. فلا يجوز للموظف في الجهة العامة أو في جهة خاصة أن يخل بما عاقد عليه أصحاب العمل، ولا يعتذر أنه ما في شغل. طيب إذا ما في شغل معنى هذا أنه
لا يسوغ لك أن تخل بما التزمت به لهم، فالواجب عليك أن تلتزم أو تعتذر عن خروجاتك، سواء كانت الخروجات التي تتقدم نهاية الدوام أو الخروج الذي يكون في أثناء الدوام، كما ذكرت أنهم يخرجون زيارة في أثناء الدوام زيارات لأصحابهم. كون الجهة التي تعمل فيها قد توقف العمل فيها فترة لأجل صيانة، لأجل إصلاح، لأجل عارض، هذا لا يسوغ أن لا يكون الموظفون في مقار عملهم إذا كان هذا مطلوبا منهم. فإذا كانوا يعني يضايقهم هذا أو يضرهم أو فليتفاهموا مع الجهة المختصة. إذا أذنت الجهة المختصة سواء كانت جهة عامة أو جهة خاصة بمنح الحرية لهم في الذهاب والخروج والمجيء، فهذا إباحة لهم وإذن ولا حرج في عليهم في الخروج. أما إذا لم يكن هناك إذن من صاحب صلاحية أمين، يعني بعض الأحيان يكون صاحب الصلاحية أصلا يعني متهاون، فلا يبالي بمن جاء وبمن غاب وبمن حضر وبمن خرج وما أشبه ذلك. فالذي ينبغي هو التزام ما اقتضاه العقد وعدم الخروج عنه إلا بإذن من أصحاب العمل ذوي الصلاحية. أخت أم حبيب سألت عن هل من السنة الجلوس عند شرب الماء أو الشرب عموما أم لا؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، جاء ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي يكره أن يشرب الماء قائما أو يشرب شيئا قائما إلا لحاجة، إن كان حاجة فلا بأس. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما في الحج عندما ورد زمزم، وشرب واقفا صلى الله عليه وسلم. وأما غالب ما ورد عنه فهو الندب إلى الشرب جالسا والنهي عن الشرب قائما، وقد ورد فيه تغليب في حسين مسلم أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما أن يرجع ما شربه وأن يستقي، وهذا على وجه التغليظ. وعامة العلماء على أن ذلك على وجه الاستحباب، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك يدل على أن الشرب قائما محرم وأن الواجب الجلوس. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الشرب قائما مكروه، والمندوب لمن أراد الشرب أن يكون جالسا إلا لحاجة، فإنه لا بأس أن يشرب قائما فتزول الكراهة، كما فعله صلى الله عليه وسلم في شربه من زمزم في يوم الحج الأكبر. هل يقاس عليه الأكل أو أنها أشد منه؟ العلماء يقولون الأكل أشد منه، والوارد هو النهي عن الشرب لأنه يجري عادة، والأكل قل أن يأكل الإنسان قائما، ولذلك كان النهي عن الشرب دليلا على أن الأكل أغلظ منه، والله أعلم. السؤال الثاني محبيب تقول إذا طرق الباب أو رن الجرس فهل الإنسان أن يقطع صلاته ليفتح الباب؟ قطع الصلاة لفتح الباب إن كانت فريضة فلا يجوز بالاتفاق، إلا أن يكون هناك ضرورة كإنقاذ حريق أو غريق أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون من الضرورات. أما في الحالة المعتادة فلا يجوز قطع الصلاة في الفريضة لكونه قد دخل وشرع في فرض وجب عليه إتمامه، ولا يجوز الخروج عنه إلا لضرورة. أما النافلة فالنافلة كذلك لا يخرج عنها إلا لما لا بد له منه، ولكنها دون الفرض في التغليظ، فإذا أو في وجوب المضي فيها، فإذا طرق الباب والإنسان في نفل فإنه ينبغي له أن يجتهد في قضاء حاجته من فتح باب ونحو ذلك دون أن يقطع صلاته ويخرج منها. وقد جرى هذا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن لما رواه الإمام أحمد رضي الله رحمه الله وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقت عليه عائشة الباب، فما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تحرك وفتح لها الباب. جاء ذلك في حديث عائشة في المسند، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت
فمشى صلى الله عليه وسلم حتى فتح لها ثم رجع إلى مقامه. وهذا مخرج من أن يقطع صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته ليفتح الباب لعائشة لما كان الباب مغلقا، فدل ذلك على أن الأصل لا يخرج ما دام يمكنه أن يقضي حاجته دون خروج. لكن إن كان لا يستطيع أن يقضي حاجته دون خروج من الصلاة وهي نفل، فالعلماء منهم من قال يتمها خفيفة ولا يقطع صلاته، ومنهم من قال يجوز له الخروج إذا كان ثمة حاجة إلى ذلك. وأما إذا كان الطارق أبا أو أما وكانت نافلة ولا يتمكن من فتح الباب إلا بالخروج من صلاته فليخرج، لخصوصية الوالد في وجوب بره والمبادرة إلى قضاء حاجته، فيستثنى على قول من قال إنه يتمها خفيفة فيما إذا كان الطرق من أب أو أم. ويستدل ذلك بقصة جريج الذي نادته أمه فقال أمي ربي أمي أو صلاتي فمضى، فكان أن دعت عليه فأجاب الله دعاءها، فدل ذلك على أن الواجب أن يخرج من صلاته فيما إذا كان الداعي أو الطارق أبا أو أما لعظيم حقهما. أما إذا كان غيرهما، أما إذا كان الطارق غيرهما ففي هذه الحال لا يجب الخروج، وإنما كما ذكرت إن أمكن أن يقضي الحاجة بفتح الباب دون الخروج فهذا هو الواجب، وإن كان لا يمكنه ذلك فهنا إن استطاع أن يتمها خفيف ويقضي حاجته فهذا أولى، وإن كان لابد أن يخرج من صلاته لفتح الباب فالأمر في ذلك واسع. شيخنا في مثل هذا الموضوع الأمهات كثيرا ما يسألن عن صراخ الطفل خصوصا إذا كان رضيعا أو غير ذلك، ماذا تفعل؟ هل إذا كانت في غير الفريضة تذهب إليه تأخذه معها ترفعه حتى تسكته، أو أنها تقطع صلاتها لأجل إسكاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ويهم صلى الله عليه وسلم أن يطيل صلاته، فاسمع صارخ الصغار فيتجوز في صلاته رحمة بأمي خشية أن تفتتن بسبب ما تسمعه من بكاء ولدها، فدل هذا على أنه من طرق معالجة مثل هذه الحال وهو الحاجة إلى مراعاة الصغير في بكائه ونحو ذلك أن يخفف في صلاته، فهذا سيد الورى خفف في صلاته لأجل حاجة النساء إلى مراعاة أولادهن في صياحهم وبكائهم. إذا كان فريضة فلا يجوز للأم أن تخرج منها إلا لضرورة، ويمكن تسكين الولد ويمكن تهدئته بما يمكن من عمل دون خروج من الصلاة بالتقدم أو التأخر أو نحو ذلك. أما إذا كان نافلة فإذا دعت حاجة إلى ذلك فلا بأس، لكن ما يفعله بعض الناس من أنه يذهب لا سيما في الفريضة تذهب وتنزل إلى الأرض لتأخذه ثم تقوم، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه خروج عن ما يجب من القيام، لكن يمكن أن تذهب وتقتصر على قراءة الفاتحة وتركع وفي ركوعها تحمل ابنها، وبهذا لا تكون قد أخلت بما يجب عليها من قيام في صلاتها. هنا من أسئلة تويتر إحدى الأخوات سؤالها طويل لكن يعني مختصر السؤال، أنها تقول والدتي تحتاج إلى عناية وهي لا تريد أن تخرج من بيتها، أنا احتلت عليها بحيلة أن سنذهب إلى قرية وهي تحب أن تذهب إلى القرية، ثم أخذت بها إلى بيتي لأخدمها حتى في نظافتها وفي شؤونها الخاصة، تقول الآن ماذا علي عندما كذبت على أمي بهذه الطريقة لأجل المصلحة في رعاية شؤونها؟ إذا كانت قد رضيت فلا حرج، وأما إذا كانت لا ترضى بهذا بمعنى أنها ما زالت تقول ردوني إلى بيتي فتردها إلى بيتها وتعمل على قضاء حاجتها من خدمة بما أمكنها وتيسر لها. تقول ليس لديها خادمة تخدمها في بيتها، لأجل ذلك تريد أن تأتي بها إلى بيت إذا كانت تكره ذلك ولا ترضى فليس لها أن تخرجها من بيتها. هنا من أسئلة الأخوات الأخت محمد سألت عن تغطية العينين، هل تجب على المرأة إذا كانت بحضرة أجانب؟ الواجب ستر ما
تدعو ما يكون مدعاة للفتنة، ولبس النقاب الذي يظهر ما ترى به المرأة طريقها لا حرج فيه، لكن إذا كان شيئا واسعا وقد جملت العين وما إلى ذلك فهذا في قول أكثر أهل العلم لا يجوز، لأن ذلك من الفتنة، ولأن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها الذاتية، فكيف بتزينها؟ فإذا كحلت عينها وجملتها بما تجمل به العين يجب عليها سترها. نعم. سؤالها الثاني تقول: سمعت أن من صلى 4 ركعات بعد العشاء فكأنما قام ليلة القدر، هل هذا الأمر صحيح؟ وهل هو مرتبط بالوتر وبقيام الليل أم أنه منفصل؟ وعلى كل حال ورد هذا في عدد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة أربعا، فيما يتعلق بصلاة أربع بعد صلاة العشاء، وأن ذلك يعدل قيام ليلة القدر، وليس فيه ما يعتضد به من جهة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن مجموعة من الصحابة ذلك. فصلاة أربعا، صلاة أربع بعد العشاء، مجموعة الأحاديث تدل على ثبوت فضيلة ذلك أو ثبوت الندب إلى ذلك، لكن ثبوت الفضيلة لم يثبت فيه حديث يصار إليه، وبالتالي هذا الحال الفضل المرتب على صلاة أربع بعد العشاء غير ثابت، والله تعالى أعلم. الأخت محمد تقول: كانوا ينتظرون، يقول رجال كانوا ينتظرون الجنازة حتى يصلوا عليها في المقبرة، فأدركتهم صلاة العصر، تأخرت الجنازة فصلوا صلاة العصر في المقبرة، هل فعلا هذا صحيح أو يجب عليهم أن يخرجوا من المقبرة لأداء الصلاة؟ لا، صلاة العصر لا، وجميع الصلوات الفرائض والنوافل لا تكون في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، كما جاء ذلك في حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. وجاء في حديث أبي سعيد في المسند وغيره والسنن بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة من موضع السجود، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، أي مواضع للصلاة، فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه نهي عن الصلاة في القبور وعند المقابر أو إلى القبور، لا خلاف بينهم في أن ذلك مما جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في درجة النهي، أهول التحريم أم الكراهة، والأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن النهي للتحريم وأن الصلاة لا تصح في المقبرة، والله تعالى أعلم. الأخ عبد الرحمن في تويتر يقول: هل يجب على الإنسان أن يقدم محبة الأنبياء على محبة النفس والأهل كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم. هنا سؤال آخر أيضا، الأخ طالب علم يقول: كيف يعالج طالب العلم الفتور الذي يصيبه وكيف يصبر على طلب العلم؟ الفتور في كل الطاعات والعبادات ومنه طلب العلم يصيب النفوس، وتحتاج فيه النفوس إلى نوع من السياسة ونوع من المعالجة لأجل أن تجتاز ما يمكن أن يكون من وهن وضعف، فلكل عمل شرة أي ارتفاع وقوة، ولكل عمل فترة أي وهن وضعف، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في المسند من حديث عبد الله بن عمر. فينبغي للعامل بطاعة الله طلبا للعلم أو عبادة وتقربا أن يسوس نفسه، فإذا وجد منها فتورا أو تقصيرا أو وهنا في سبيل ما هو مقبل عليه من طاعة
ينبغي أن يعالج ذلك بالتنويع وبإعطاء النفس حظها من جهة عدم الإثقال عليها، ويلجأ إلى الله تعالى بالدعاء مخلصا: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع من الهم والحزن، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. فإن العجز والكسل ينتج عنهما الملل، وينتج عنهما الانقطاع عن السير إلى الله جل وعلا. فلذلك أوصي بالدعاء، أوصي بأن لا يثقل الإنسان على نفسه، فأحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. أوصي بأن يعطي الإنسان نفسه حظها بالقدر الذي لا يوقعه في محرم أو يجعل الغفلة مطبقة عليه، فإن للنفس حظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة، ساعة وساعة. فالمقصود أنه يراعي هذا ويسوس نفسه بما يحقق له المطلوب من استقامة الحال وصلاح العمل والدوام والاستمرار فيما هو فيه من خير، وإدراك فضائل ما يشتغل به، وإدراك عظيم الأجر المرتب عليه مما ينشط النفوس ويحفزها، قراءة السير فيما يتعلق بالجد في طلب العلم والاجتهاد، أو الجد في العبادة والطاعة، سواء كان ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في سيرة أصحابه، أو في سير التابعين ومن بعدهم من صالح الأمة وأئمتها، مما يعين الإنسان على التخلص من داء السآمة والملل. هنا من أسئلة تويتر أيضا الأخت هلا تقول: ماذا يفعل من عليه دين للناس من غير المسلمين وكذلك لبعض المسلمين، لا يعرف كيف يصل إليهم ولا يعرف أي طريق إلى أن يقابلهم ليعطيهم هذا الدين؟ بمعنى أنه عنده حق لغيره لا يستطيع أن يوصله إليه لعدم العلم بمكانه، سواء مسلم أو غير مسلم. في هذه الحال إذا أيس بالكلية من إيصال المال إلى أصحابه فهو بين أمرين: الأمر الأول أن يدخر ذلك ويحفظه إلى أن يأتي صاحب المال أو يجد طريقا لإيصاله إليه، ولأجل صيانة الأمر من الضياع يقيد ذلك في كتاب عنده، لأجل أن يضبط فيما لو عرض له ما يجعله غائبا، إما بمرض أو موت يعاجله، فيحفظ بذلك حقوق أصحاب الحق. هذا الخيار الأول، وهو الحفظ إلى أن يجد صاحب الحق أو أن يأتيه. الحالة الثانية أن يتصدق به عنهم، أن يخرجها في أوجه البر عنهم، فإذا جاءوا خيرهم بين أن يجيزوا ويمضوا ما تصدق به عنهم أو أن يطلبوا عوضا فيعطيهم ما يقوم مقام ذلك ويكون ما أخرجه عن نفسه، والله تعالى أعلم. الأخ محمد سأل عن التأمين الطبي إذا كان يغطي نظارة واحدة للشخص لكن هو لا يحتاجها وقد يحتاجها أحد أبنائه، فيجعل المقاس على مقاس ابنه ويأخذ هذه النظارة، فهل الفعل هذا جائز؟ تأمين له فقط ليس لأطلع. إذا كان تأمين للشخص فلا يجوز له أن ينفع غيره به، لأن هذا في جناية على الشركة المؤمنة إذ إنها لم تتكفل بإعطائه لغيره إنما له هو وفي وقت حاجة، فإذا كان لا يحتاج فعند ذلك لا يصرفه إلى غيره، وذلك من أكل المال بالباطل. الأخ البريهي يقول: سمعت بأن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه يستنثر ثلاثا ويغسل يده ثلاثا، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا خاص بنوم الليل أو أي نوم سواء في الليل أو النهار؟ نعم، هو ورد ذلك فيما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذا أدب نبوي في القائم من نوم الليل لقوله لا يدري أين باتت يده. وهل هذا خاص بنوم الليل؟ ذهب إلى ذلك جماعة استدلالا بقوله باتت يده، والذي يظهر بالله تعالى أعلم أنه يكون في كل نوم.
لأن العلة واحدة وهو النوم وأنه لا يدري أين باتت يده. هذا التعليل يصدق على نوم الليل ويوم النهار، لكن ذكر البيات هنا بناء على الغالب، فغالب نوم الناس في الليل، وما خرج مخرج الغالب لا يفهم منه قصر الحكم على ما جاء، يعني لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة بقصر الحكم على ما ورد، بل كل ما كان فيه معنى ما ورد فإنه يثبت فيه الحكم. وبالتالي غسل اليدين يستحب وهو مندوب إليه في الاستيقاظ من كل نوم، من نوم ليل أو نوم نهار. أما ما يتعلق بالاستنشاق فكذلك، لكونه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من استيقظ أن يستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، معنى يبيت على خيشومه أي أنه يتمكن منه ويأتي وله تأثير على هذه المنطقة، وهذا كالسابق، هل هو خاص بنوم الليل أو بكل نوم؟ فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يستحب في نوم الليل ويلحق به النوم المستغرق نهارا، لكن هذا ليس كالأول في التعليل، ولذلك لا يقوى الإنسان أن يقول أنه في كل نوم. أما الأول فإنه واضح فيه التعليل في قوله لا يدري أين باتت يده. والله أعلم. نستأذنك في استقبال بعض الاتصالات من السودان. جوري تفضلي. تفضل أنت على الهواء، أعطينا سؤالك. معنا جوري تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك. بارك الله فيك، جزاك الله خير إن شاء الله. وإياك، تفضلي. بارك الله فيك، عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. طيب انقطع الخط. أماني من تونس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك. أنا عندي محل للحلاقة والتجميل، والطابع الغربي يغلب الطابع في البلد كان اختلاط، فأنا حبيت نسأل إذا تختص بالمتحجبات فقط هذا يجوز أم يجب إنهاء هذا العمل نهائيا؟ طيب سؤال آخر. سؤال آخر، زوجي يريد فتح كذلك مطعم، ولا ندري إذا الزبون الحريف الذي يأتي مع صديقته أو ما لا ندري ما، طيب هل يجوز فتح مطعم في هذا ال، طيب في السؤال الأول يعني. السؤال الأول الحلاقة والتجميل هل هو خاص بالنساء أو بالنساء والرجال؟ لا نساء فقط، حتى المشتغلات نساء. طيب فقط. تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا يا أماني. جواهر من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ويسؤالي بس الشيخ تفضلي. لو ولا أمي حلفت عند شاقرة أن ما تجيبها لي وأنا بروح أجيبها لي. طيب حلفت عليك أنك ما تجيبينها صحيح؟ إيه، وأنا برجع أجيبها. جبتيها ولا لا؟ لا ما جبت لحد الآن، هل جوز طيب. مع كفارة ولا لا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الثوب القصير اللي تحت الركبة أمام النساء يعني؟ إيه أمام النساء وأمام الحرم. طيب تسمعي يا جامع إن شاء الله. من السعودية أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو فيصل. حياك الله فيصل. يا أخي فيصل، أنا كنت أصلي في مسجد قريب من البيت وأروح له مشي. طيب. بعدين نقلت مسجد ثاني في نفس الحي بس أنه أبعد منه وأروح بالسيارة. هل أحصل على نفس الأجر الأول وأنا أروح بالسيارة؟ الآن نقلت إلى بيت آخر ولا الآن تصلي في مسجد بعيد؟ لا في المسجد الثاني البعيد أروح بالسيارة. طيب المسجد الأول أروح للمشي، فأبغى طيب. هل أحصل على نفس الأجر الأول واضح وأنا أمشي؟ واضح تسمع يا جماعة إن شاء الله. بحكي. الله يبارك فيك، شكرا للإخوة والأخوات. بقي من الأسئلة هنا الأخت أم طلال تسأل عن أنها كانت في الشهر الثاني أو الثالث في الحمل، فتقول هي تعمل في مدرسة، فتقول أني عملت بمشقة في يعني ربما شالت أشياء أو حملت أشياء وأتعبها ذلك، ثم أصبح عندها السقط. لما ذهبت إلى الطبيبة علمت أنه سقط الجنين، هل فيه تسبب منها؟ لا شيء عليها الحمد لله.
السؤال الثاني عن الصحابية التي دعت أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم دعاء لها في صلاتها وقال سبح الله عشرا وكبر الله عشرا، فتقول هل هذا مرتبط بداخل الصلاة أو أنه من الأذكار التي تكون بعد الصلاة؟ هذا الحديث حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها في السنن سنن النسائي أنها قالت يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. في صلاتي المتبادر أنه في أثناء الصلاة، ويمكن أن تفسر الصلاة هنا بالدعاء يعني في دعائي، ويمكن أن يكون هذا من الدعاء الذي يكون في الصلاة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبره عشرا ثم سلي حاجتك، وقالوا نعم نعم يعني يتجابين لدعائك. وجاء هذا الحديث أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في المسند أنه قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول علمني كلمات أدعو بهن، ولم تقيد ذلك بالصلاة، هذه الرواية لم يقيد ذلك بالصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحين الله عز وجل عشرا وتحمدينه عشرا وتكبرينه عشرا ثم سلي حاجتك فإنه يقال قد فعلت. فالحديثان يدلان على أن هذا الذكر مما يقال في الصلاة وفي غيرها، وهو دعاء فيقول الداعي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشر مرات إلى أن يتم عشر، ثم يحمد الله عشر، ثم يكبر عشر، ثم يدعو ما شاء، سواء كان ذلك في السجود أو كان ذلك في أدبار الصلوات أو كان ذلك في دعاء القنوت إذا كان في 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 ما يشرع فيه القنوت كالوتر مثلا، وأيضا يدعى به في غير الصلاة لعموم حديث لعموم رواية أنس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني دعاء أدعو به ولم تقيد ذلك في صلاتها. وبهذا يتضح أن هذا الذكر مما يسن أن يقوله الإنسان بين يدي سؤاله وحاجته، ويرجى أن يكون سببا من أسباب الإجابة في الصلاة وفي خارج الصلاة. لكن في الصلاة متى؟ في السجود وفي أدبار أو في أدبار الصلوات، يعني في آخر الصلاة قبل السلام. سألت أيضا أنها تجلس بعد الفجر وبعد العصر، تقول أجلس طويلا وأنتهي من أذكاري ثم بعد ذلك أرفع يدي وأدعو، بعض الناس رآها فأنكر عليها ذلك. ما حرج، لا ليس هذا من السنة في بهذه الصورة، لكن هو من مواطن الذكر والدعاء يكون في كل وقت. نعم. سألت أيضا عن الوتر، هل يقضى ضحا وكيف طريقة القضاء؟ نعم يقضى ضحا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته حزبه من الليل صلاه من الضحى أو بين الفجر والظهر 12 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر والظهر فكأنما قرأه من الليل، ويشمل هذا القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة، أو ما جعله الإنسان مرتبا من العبادات في الليل بالذكر ونحوه. الأخ إبراهيم سأل عن وضع مع زوجته، لكن نريد توجيه منكم شيخنا، المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا واستمرت في بيت زوجها، هل لها أن تذهب وتأتي بدون إذن زوجها؟ وما الحكمة في كون المرأة تبقى هذه العدة في بيت زوجها ولا تخرج؟ المرأة في الطلاق الرجعي في الطلقة الأولى والطلقة الثانية زوجة، لها من الحقوق ما للزوجات، وعليها من الحقوق ما على الزوجات. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة العدة. فالعدة ليست فترة أو منزلة خارج عقد الزوجية، إنما هي في عقد الزوجية، والمرأة زوجة لها حقوق من النفقة ولها من الحقوق الأخرى ما يكون للزوجات، وأيضا عليها من الحقوق ما على الزوجات. وبالتالي فإنه ينبغي أن لا تخرج إلا بإذنه، تعطيه حقه في هذه المدة.
وقوله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ليس المقصود المنع الكلي من الخروج، إنما المقصود الخروج هنا الانتقال عن البيت. أما لو خرجت لمدرسة أو خرجت لسائر مصالحها المعتادة التي تخرج لها النساء فلا حرج عليها في ذلك، لكن لا تخرج إلا بإذن لأجل أن لا يكون ذلك مخالفا لما يجب عليها من حق زوجها. غضبه عليها وكانوا يقول يعني لكونها تفعل هذا أريد أن أطلقها طلقة ثانية، يقال له الطلقة الأولى كافية ولا يجوز لك أن تطلقها طلقة ثانية وهي في العدة، لأن الطلاق في العدة محرم وهو خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن، هذا معنى لوقت عدتهن، للوقت الذي تكون فيه عدتهن ظاهرة بينة، فإذا طلقها في أثناء العدة لا يتحقق ما أمر به من الطلاق في قبل العدة. فأدعوه وأدعو الأخت وفقها الله وفقهم الله جميعا إلى أن يصلح ذات بينهما. فترة يا أخي العدة فترة يعني لم شمل والتئام ومحاولة استدراك انفصام عرى هذا الرباط وهذا العقد، وليست فترة مضارة. ولذلك الله تعالى أذن بالخروج إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني لن يحصل منهن ما يضر ويؤذي الرجل، فعند ذلك له أن يخرجها. وأيضا هي إذا تضررت بالبقاء في بيت زوجها بمضارته وأذيته فلها الخروج دفعا للضرر الذي يقع منه، ولكن ينبغي على الرجل والمرأة أن يعرفوا أن هذه حدود الله جل، أن هذه حدود الله التي يجب حفظها. ولذلك مباشرة بعد أن ذكر ذلك قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك، تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أخت جواهر تقول حلفت أمي أن لا أتي بشيء وأنا أريد أن أتي به، أظن من باب الإكرام لها أو كذا، وقالت لا تأتي به، فتقول هل آتي به أو بفعل هذا يعتبر عليها الكفارة؟ ما فهمت. هي قالت أن والدتي قالت لا تأتي بهذا الأمر مثلا، أو لا تأتي بهدية مثلا، أو تأتي بشيء، فحلفت على أن لا أتي بهذا الشيء وأنا أريد أن أتي بهذا الأمر وأعطيها لأمي، هل إذا أعطيت الأم تعتبر قد حنثت في حلفها؟ أي طبعا، يعني إذا حلفت الأم على أن لا تفعل شيئا ففعلته فهو حنث، لكن هل يلزم بهذا الحنث كفارة؟ للعلماء قولا، جمهور العلماء نعم يلزم كفارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا تجب فيها مثل هذا كفارة، لأن الإخلاف هنا للإكرام، وما كان إخلافا للإكرام لا حنث فيه. والأقرب والله تعالى أعلم، والأحوط والأقرب لدلالة الحديث أنه تجب الكفارة في كل يمين يخالفها الإنسان ولو كانت للإكرام. السؤال الثاني، هل هناك ضابط لما تلبس المرأة أمام النساء وأمام المحارم من إخراج الساقين، إخراج مثل اليدين؟ الواجب الستر ولبس ما لا فتنة فيه مما يحجم ويظهر المفاتن أو يكون داعية إلى فتنة وشر عند الرجال والنساء. الأخت أماني من تونس تقول إن نحن في بلد غير مسلم، أو قصده يكون هناك شيء من الاختلاط وشيء من الأمور، تقول يدخل في محل الحلاقة والتجميل النسائي مسلمات وغير مسلمات، وتقول هل يجوز أن نعمل لهن في هذا الصالون أو أن نقتصر على دخول المحجبات فقط أو دخول المسلمات فقط؟ والسؤال الثاني أيضا في المطعم، يقول يريد زوجي أن يعمل أو يدخل في مشروع مطعم، فقد يدخل طبعا من غير المسلمين من يأتي بغير زوجته أو غير ذلك من المخالفات التي ليس للإنسان يد في ذلك، هل يدخل في هذا المشروع أو أنه يتركه؟ فيما يتعلق بما فهمته من سؤال أختها أنها تسأل عن محل لتزيين النساء وهل عليها حرج في أن تزين المحجبات؟ الجواب لا،
ليس عليه حرج، يجوز وليس في ذلك إعانة على شر أو فساد. أما ما كان إعانة على شر وفساد فالإنسان يتوقع ذلك لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما بخصوص صاحب المطعم الذي يرد عليه من لا يعرف وجه الارتباط بين الرجل والمرأة، هذا ليس إليه ولا هو مكلف بالبحث عن هذا، ولكن يقدم ما يطلب منه دون خوض في طبيعة العلاقة، إلا أن يكون هناك ما يخل من عمل، فهذا شيء يعني حتى لو كانوا أزواجا وفيه ما يخل فيمنعه، لكن لا يحتاج إلى أن يتحرى وأن يطلب إثبات العلاقة بين الطرفين، هذا ما ليس مطلوبا ولا مشترطا لصحة مثل هذا العمل. الأخ أبو فيصل يقول أن لدي مسجد قريب من البيت أذهب إليه مشيا، ويقول هناك مسجد بعيد أذهب على السيارة، فيقول هل نفس الأجر لكوني أذهب للمكان البعيد بالسيارة والقريب على الأقدام؟ إن كان يمكنه أن يمشي على قدميه فالمشي على القدمين أعظم وأجرم من الركوب بالتأكيد، لأن رجلا كان أبعد الناس عن المسجد فقال له أبي بن كعب، وكان لا يتخلف عن صلاة، فقال له أبي: لو اشتريت حمارا يقيك الرمضاء والظلماء، أي تتقي به ما تكره في حر الرمضاء وما تخشى في الظلماء بالمشي على الأقدام، فقال: إني أحب أن يكتب الله تعالى لي ما خطوت في ذهابي ورجوعي، فقال له النبي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد جمع الله له ذلك أو كتب الله له ذلك. فدل هذا على أن المشي أفضل من الركوب، لأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الركوب وتحمل مشقة المجيء بالمشي إلى المسجد مع إمكان تحصيل ما يركب، لم يعتذر منه ولا يقدر، لا يقدر ولا يملك، فالمشي إلى المساجد أعظم أجرا وآكد في تحقيق الفضيلة المطلوبة. ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجة، ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. لكن لو كان يحتاج إلى ركوب سيارة للوصول إلى المسجد فإنه يكتب له أجر في هذا السير، لكنه دون أجر الماشي، فالأجر على قدر المشقة. يسأل هنا أحد الإخوة في تويتر يقول: ما هو شرح إن البلاء موكل بالمنطق؟ ويقول: هل يدخل فيه توقع الخير أو الشر أو التشاؤم؟ هل يدخل فيه ذلك؟ المقصود أن لا يتكلم الإنسان بما قد يجلب له شرا. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، فقد يتكلم الإنسان بما عافاه الله تعالى من البلايا والرزايا فيكون ذلك مقدمة لحصول ما يكره من ذلك البلاء، كالذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الرجل مع امرأته فبولي بذلك، ولهذا علق العلماء على هذا الحديث من الفوائد أن يحفظ الإنسان عن لسانه عن التحدث بما لا حاجة له به من الشر لأجل أن لا يدركه ذلك. أما ما يتعلق بالجزء الثاني إيش؟ يقول التشاؤم. أما التشاؤم، فالتشاؤم من الطيرة المنهي عنها وليست هي من هذا، لأن التشاؤم محرم. وأما البلاء الموكل بالمنطق قد يتكلم الإنسان بشيء يجلب له شر وليس تشاؤما، مثل ما مثلت بالرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا هو ما عافيه الله فوقع لما سأل. هل الدعاء عند نزول المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هو مرتبط بأي منزل، أو منزل في صحراء، أو منزل يعني عام، يعني يكون الإنسان ينتقل من منزل إلى منزل آخر يقول مرة واحدة أو لا؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك، الحديث في مسلم، وهو دال على فضيلة هذا الذكر في صيانة الإنسان وحفظه. والمقصود بالمنزل هنا مكان النزول، ويشمل كل ما ينزله الإنسان ويكون فيه من عقار ومن
منقول، بمعنى أنه لو ركب سيارة أو ركب قطارا أو ركب طائرة أو ركب دابة فقال ذلك، أو نزل منزلا سواء في مدينة أو في بر سواء كان في بناء أو لا بناء فيه، كل ذلك يدخل في عموم قوله من نزل منزل، لأن منزلان هنا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، والله أعلم. أشكركم الشيخ خالد في ختم هذه الحلقة، أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يشكرنا وإياكم بما يرضى به عنا، وأن يوفقنا إلى الخير في السر والعلن، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر، وأن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده إلى ما يحب ويرضى، وأن يعينهم وأن يسددهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في موعدنا المعتاد الثامنة ليلا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.